السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني الأسبوعية لأهم أزواج العملات وأهم السلع والمؤشرات. اليوم الاثنين الموافق 11 من مايو من العام 2020. مثل ما تلاحظون إخواني الأعزاء، قبل أن نبدأ في فقرة التحليل الفني نستعرض أهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال هذا الأسبوع ولها تأثير كبير جدا على حركة الأسعار، ويمكنكم الدخول إلى الرزنامة واستعراض الأخبار الاقتصادية من خلال الموقع الإلكتروني من قسم الأخبار الاقتصادية، فبعد الدخول عليها يمكنكم مشاهدة الرزنامة الاقتصادية بالتعاون مع موقع انفستينج، الموقع الاقتصادي الأشهر والأفضل في تحديد الرزنامة الاقتصادية. طبعا مثل ما تلاحظون إخواني الأعزاء، سوف نشهد أخبار مهمة على العملات يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو من العام 2020، وطبعا جميع الأوقات التي سوف تذكر هي بتوقيت مكة المكرمة. نبدأ بمؤشر أسعار المستهلكين في تمام الساعة 3:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. سوف يصدر مؤشر أسعار المستهلكين على الدولار الأمريكي، وهو مؤشر له رؤية في تحديد التضخم والانكماش في الاقتصاد الأمريكي. أيضا يوم الأربعاء 13 من مايو من العام 2020 سوف يصدر في تمام الساعة 5 صباحا قرار الفائدة الصادر على البنك المركزي النيوزيلندي، وأيضا مؤتمر صحفي للبنك المركزي النيوزيلندي. أيضا سوف نستعرض العديد من الأخبار الهامة على الباوند البريطاني، أهمها الناتج الإجمالي المحلي السنوي والفصلي والشهري. أيضا سوف يصدر في تمام الساعة 9 صباحا مؤشر الإنتاج التصنيعي على الباوند البريطاني ومعدل تغير الناتج الإجمالي المحلي. وفي نفس اليوم في تمام الساعة 3:30 مساء سوف يصدر مؤشر أسعار المنتجين في تمام الساعة 3:30، وأيضا مخزون النفط الأمريكي الخام. أيضا لدينا يوم الخميس 14 من مايو من العام 2020 سوف يصدر خبر معدل التغير في التوظيف في تمام الساعة 4:30 صباحا، وأيضا لدينا في تمام الساعة 5 صباحا الإفصاح عن الميزانية العمومية لنيوزيلندا. أيضا معدلات الشكاوى من البطالة سوف تصدر في تمام الساعة 3:30 مساء على الدولار الأمريكي، ويختتم يوم الخميس الأخبار المهمة بخطاب بولوز محافظ بنك كندا المركزي في تمام الساعة 6:15 مساء. ونختتم أخبار الأسبوع في بعض الأخبار الهامة التي سوف تؤثر على اليورو، وأهمها الناتج الإجمالي المحلي الألماني في تمام الساعة 9 صباحا، وبعض الأخبار الهامة على الدولار أهمها مبيعات التجزئة الريتيل سيلز على الساعة 3:30 مساء، ويختتم الأخبار الأسبوعية بخبر مهم على الدولار الأمريكي في تمام الساعة 5 مساء وهي فرص العمل. طبعا هذه كانت أهم الأخبار التي سوف تصدر وأهم البيانات التي سوف تصدر خلال الأسبوع، فيجب أخذها بعين الاعتبار وبالحسبان حين الدخول في صفقات والتداول والتحليل. فننطلق إلى فقرة التحليل الفني ونبتدأ في زوج اليورو دولار. مثل ما تلاحظون إخواني الأعزاء، لا زال زوج اليورو دولار يسير ضمن قناة رئيسية هابطة تكونت منذ عدة أشهر، وحاليا يتداول زوج اليورو دولار في اتجاه هابط وفي قناة رئيسية هابطة. ومثل ما تلاحظون وصل إلى تحقيق الهدف الأولي الماثل عند 1.07777 وارتد وحاول ووصل إلى منطقة المقاومة الماثلة عند 1.08390 وحاول اختراقها، ولكن لا زال يحاول في اختراق هذه المنطقة وفشلت المحاولات السابقة. إذا نتوقع خلال الأسبوع الحالي أن نشهد بعض من التصحيح
والصعود إلى مستويات قد تصل إلى 1.09 ألف و 9500، ومن ثم يستأنف الزوج الهبوط مرة أخرى لتحقيق الهدف الأولي عند 1.07 ألف و 777، والهدف الرئيسي الماثل عند 1.07 ألف. وذلك السيناريو، سوف ندعم هذا السيناريو ويتحقق في حال تداول الأسعار أسفل منطقة المقاومة الماثلة ما بين 1.09 ألف و 9500، ولا زالت الأسعار تتداول أسفل مؤشر المتوسط المتحرك الذي يمد السعر بنوع من السلبية وتحقيق السيناريو الهابط. أما في حال أن الأسعار صعدت وتمكنت من الثبات أعلى هذه المقاومة، فهنا سوف يمكننا القول أن السعر سوف يحاول تكوين ميل صاعد وقناة فرعية صاعدة جديدة، ويحاول تغيير الاتجاه، وهذا السيناريو يعتبر هو السيناريو المستبعد في ظل تحركات الأسعار أسفل المتوسط المتحرك وفي ظل قناة رئيسية هابطة. أيضا ننتقل إلى الزوج الآخر وهو زوج الباوند دولار. مثل ما تلاحظون زوج الباوند دولار لا زال يتذبذب بشكل عرضي، وحاليا هبط في الأسبوع السابق بالقرب من الهدف الأولي الماثل عند 1.22 ألف، ولكن سرعان ما بدأ بالارتداد والصعود بالقرب من منطقة المقاومة العنيدة جدا الماثلة عند 1.24 ألف و 300، والذي يلتحم معها مؤشر المتوسط المتحرك، والذي ردت السعر أكثر من مرة. ومثل ما تلاحظون في الشمعة اليومية الحالية، بمجرد ملامسة السعر للمتوسط المتحرك سرعان ما بدأت الشمعة بالارتداد والهبوط. فإذا مفتاح التداول للأسبوع الحالي هو 1.24 ألف و 300، ونتوقع هبوط الأسعار لتحقيق الهدف الأولي عند 1.22 ألف و 1.20 ألف، في ظل استمرار سير الأسعار في القناة الرئيسية الهابطة وتداولات الأسعار تحت الضغط في أسفل مؤشر المتوسط المتحرك وأسفل منطقة المقاومة المحورية 1.24 ألف و 300. فهذا هو السيناريو المتوقع. أما في حال أن السعر تمكن من اختراق هذه المقاومة والثبات عليها، فمن الممكن أن يستمر السعر في الموجة التصحيحية الهابطة إلى الصاعدة إلى مستويات قد تصل إلى 1.26 ألف و 28 ألف. وهذا السيناريو يعتبر هو السيناريو المستبعد، ولكن ننتظر تحركات الأسعار مع مفتاح الاتجاه ونراقب حركة السعر من أجل أن نرى أي السيناريوهات الذي سوف يكون هو الأقرب للحدوث. ننتقل إلى زوج الدولار ين. مثل ما تلاحظون أخواني الأعزاء، زوج الدولار ين يحاول الخروج من القناة الفرعية الهابطة، وبدأت الشمعة اليومية في الصعود ومحاولة الوصول إلى منطقة المقاومة المحورية الماثلة عند 107.500، والذي يلتحم معها مؤشر المتوسط المتحرك. ففي هذه الحالة، في حال تمكن السعر من اختراق هذه المنطقة الماثلة عند 107.500 والثبات أعلاها، فسوف يبدأ السعر فعلا في تكوين ميل صاعد جديد، وفي تغيير الاتجاه إلى الاتجاه الصعودي الذي قد تصل أهدافه إلى 109.525 كهدف أولي، ومن الممكن أن تصل إلى 111 و 112 على المدى الطويل. أما في حال أن الأسعار فشلت في اختراق منطقة 107.500 الذي يلتحم معها المتوسط المتحرك، فمن الممكن أن نشهد عودة للهبوط مجددا، وعودة السعر إلى القناة الفرعية الهابطة مجددا، ويكون الصعود مجرد اختبار لمقاومة القناة الفرعية الهابطة. إذا ننتظر تفاعلات الأسعار مع مفتاح التداول للأسبوع الحالي وهو 107.500. هذه المنطقة هي التي سوف تكون مصيرية في تحديد حركة واتجاه الزوج على التداولات الأسبوعية. ننتقل إلى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي. طبعا مثل ما تلاحظون أخواني الأعزاء، زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يسير منذ فترة بشكل عرضي متذبذب ما بين الدعم الموضوع بالخط الأحمر الماثل عند 1.38 ألف وما بين 1.42 ألف.
فمثل ما نلاحظ من خلال أسبوعين السعر لا زال يتحرك بشكل عرضي، ولكن في الحركة الحالية يحاول السعر من كسر المتوسط المتحرك، وفي حال تمكن من كسر المتوسط المتحرك فهناك احتمالية كبيرة جدا أن يصل السعر إلى 1.38 ألف ويتم كسرها ويستهدف 1.35 ألف كهدف رئيسي للأسبوع الحالي. إذا نراقب تحركات الأسعار وتفاعلها مع المتوسط المتحرك، ومن المتوقع أن نشهد أن السعر سوف يتحرك بشكل عرضي ما بين الدعم والمقاومة المرسومة على القناة العرضية الواقع ما بين 1.38 ألف و 1.42 ألف. إذا نتابع حركة الأسعار، وفي حال تمكن السعر من كسر أو اختراق أحد طرفي القناة العرضية فسوف يحدد اتجاهه. في حال كسر الدعم الماثل عند 1.38 ألف سوف يهبط ويستهدف 1.35 ألف. أما في حال أن السعر صعد وتمكن من اختراق 42 ألف فسوف يصعد إلى 1.45 ألف و350، ولكن نرجح السيناريو الهابط، وذلك لأن السعر يحاول كسر المتوسط المتحرك ولم تصل الأسعار إلى مناطق التشبع في البيع بعد بالقرب من مستويات العشرين أو ما دون مستويات العشرين من خلال مؤشر تذبذب الستوك ستيك. ننتقل إلى زوج الدولار فرانك. لا زال زوج الدولار فرانك مثل ما تلاحظون إخواني يسير ضمن قناة عرضية للأسبوع الثالث على التوالي، ويسير بشكل عرضي جدا، ومن المتوقع أن يصعد مجددا بالقرب من منطقة في 0.98 ألف، وأن يعاود الهبوط مجددا إلى 0.95 ألف و 49. وعلى غرار الزوج الدولار كندي، في حال تمكن السعر من كسر هذا الدعم فسوف يذهب لتحقيق الهدف الرئيسي الهابط عند 0.94 1395، وفي حال تمكن من اختراق هذه المقاومة للقناة العرضية سوف يذهب لتحقيق 0.99 1959. فإذا نتوقع سير الأسعار أن تستمر بشكل عرضي محصور ما بين الدعم والمقاومة المذكور في التحليل. فإذا حاليا ممكن أن نشهد مزيد من الهبوط بالقرب من منطقة الدعم الأولية والمتوسط المتحرك، وذلك لتقاطع الستوك ستيك مؤشر التذبذب الذي لم يصل بعد إلى مناطق التشبع في البيع. إذا ننتقل إلى الذهب وملك الملاذات الآمنة. مثل ما تلاحظون إخواني الأعزاء، لا زال الذهب يسير ضمن قناة رئيسية صاعدة، ولا زال الذهب متماسك ضمن الاتجاه الصاعد، وحاليا مثل ما تلاحظون الذهب يتداول عند سعر 1706، ولا زال يحافظ الذهب على بريقه أعلى ومستوى 1700. ومثل ما تلاحظون في حال ثبات الأسعار أعلى 1700 من المتوقع أن يرتفع الذهب مجددا ليستهدف 1720 و 1750 و 1800 على المدى الطويل. وحاليا يعتبر الذهب صاعد، وكل هبوط للذهب يعتبر تصحيح، ولا يزال طور التصحيح بشرط ثبات الأسعار أعلى منطقة المقاومة القوية الماثلة عند 1640 وما بين 1590. إذا هذه المنطقة هي منطقة محورية ومنطقة فاصلة ومصيرية للذهب، وهي مفتاح الاتجاه لتغيير الذهب. فطوال ما الأسعار تتداول أعلى منطقة 1640 و 1590 والذي يتوسطهم المتوسط المتحرك، فتعتبر الذهب سوف يستأنف الصعود والاتجاه الصاعد ويحقق الهدف الرئيسي على المدى البعيد 1800. أما في حال أن الأسعار هبطت ما دون هذه الدعم المحورية الماثلة ما بين 1640 و 1590، هنا يمكن القول أن الذهب انتهى من الاتجاه الصاعد وبدأ بتكوين ميل هابط واتجاه هابط قد يستمر بالهبوط إلى مستويات قياسية. فإذا في الوضع الحالي نتوقع المزيد من الصعود للذهب وتحقيق الأهداف التالية 1720 و 1750 و 1800، وذلك
لعدة أسباب. أولها أن الذهب يسير ضمن قناة رئيسية صاعدة، وأن تداولات الأسعار تتحرك أعلى مؤشر المتوسط المتحرك، مما يزيد الدافع الإيجابي للسعر. وأيضا مؤشر التذبذب الستوكستيك لم يصل بعد إلى مناطق التشبع في البيع بالقرب من مستويات 80. فإذا هذه هي النظرة الحالية للذهب، وهذا هو السيناريو المتوقع. بالنسبة للنفط، ننتقل إلى النفط الخام. مثل ما تلاحظون إخواني الأعزاء، النفط الخام وصل إلى المستويات التي ذكرناها في التحليل السابق، وهو مستوى 25، وحاليا وصل النفط إلى مناطق محورية بالقرب من منطقة مقاومة القناة الرئيسية الهابطة. فحاليا يقف النفط أمام تحدي، وهو تحدي كبير جدا أمامه من ناحية التحليل الفني، وهي أن الأسعار تقترب من المتوسط المتحرك والذي يمثل منطقة مقاومة بالقرب من منطقة 30. وأيضا لدينا تشبعات في الشراء من خلال مؤشر التذبذب الستوكستيك، فوصل النفط إلى مناطق 86 و87، فهي تعتبر مناطق تشبع شرائية قوية جدا. فإذا من المتوقع أو السيناريو المتوقع لحركة النفط الخام هي أن يسير السعر بشكل عرضي متذبذب بالقرب من مستوى ما بين مستوى 25 و22، ثم فيما بعد هذا التذبذب سوف يأخذ الأسعار تأخذ العزم للصعود مجددا لاستهداف 30 و35 و40 مجددا، في حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى مستويات الـ 22. أما في حال أن الأسعار هبطت إلى ما دون الـ 22، فمعناه أن الأسعار عاودت الدخول مجددا في موجة هابطة، وعادت مجددا للدخول ضمن القناة الرئيسية الهابطة، فقد تستهدف مستوى 19 ومستوى 15 مجددا. إذا لدينا مفاتيح الاتجاه لأسعار النفط الخام، وهو مستوى الـ 22 مستوى مهم جدا، وفي حال ثبتت الأسعار أعلى هذا المستوى فنتوقع المزيد من الصعود للنفط خلال الفترة القادمة لأهداف قد تصل إلى 40. ولكن مثل ما تحدثنا، من المتوقع أن يسير النفط بشكل عرضي متذبذب بالقرب من مناطق 25 و30 خلال الفترة القادمة من أجل أخذ العزم إلى للصعود. ننتقل إلى قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز. طبعا مثل ما تلاحظون اخواني الاعزاء، وصل السعر في مؤشر الداو جونز الى مناطق قوية جدا، فحاليا يحاول سعر المؤشر اختبار منطقة مقاومة القناة الرئيسية الهابطة، وحاليا الأسعار تحاول الإغلاق أعلى 24300. في حال تمكنت الأسعار من تأكيد هذا الإغلاق أعلى هذه المنطقة وتأكيد اختراق مقاومة القناة الرئيسية الهابطة، فمعناه أن مؤشر الداو جونز قد يبدأ بتكوين ميل صاعد جديد قد تصل أهدافه إلى 26000 على المدى المتوسط، على المدى الأسبوع، أي على مدى الأسبوع الحالي. فإذا نراقب تداولات الداو جونز وتفاعلها مع خط المقاومة الماثل عند 24300، وهو عبارة عن منطقة قوية جدا. في حال أن الأسعار تمكنت من الثبات أعلاها، فسوف يكون مؤشر ودافع إيجابي لمؤشر الداو جونز لاستكمال الصعود لأهداف قد تصل إلى 26000. أما في حال أن الأسعار فشلت في اختراق هذه المقاومة والثبات أعلاها، فمن الممكن أن يكون مجرد اختراق كاذب، وأن يعود السعر إلى الهبوط مجددا ضمن القناة الرئيسية الهابطة لأهداف قد تصل إلى 22000 وإلى 20900 على المدى الأسبوعي. إذا هذه كانت أهم السيناريوهات المتوقعة أخواني الأعزاء.
وأشكركم على المتابعة، وكل من كان متابع جديد يمكنه عمل اشتراك في قناة اليوتيوب واشتراك في جميع صفحاتنا وأيضا في حسابي على تويتر من خلال صندوق الوصف سوف أضعه، وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم التواصل معي على موقع تويتر. شاكر لكم حسن المتابعة، وتقبلوا مني أطيب التحيات.